نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقات الشبحية المصرية تحيا مصر والغواصة المصرية الحديثة من طراز 1400-209 مع الفرقات الفرنسية لاتوش ترافل ضمن تدريب مهام تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلا، وتدريبات الحرب الإلكترونية والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك تدريب على تشكيلة الإبحار المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية. هذا وقد اشتمل التدريب أيضا على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة، وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار. وقد أظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم. تأتي تلك التدريبات في إطار دعم التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.